ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة، وهم رهط مسيلمة الكذاب، وكانوا يسكنون اليمامة، واليمامة معروفة قد تكلمنا عنها. وفي الوفد رجال من رؤوسهم، منهم رجال بن عفوة ومجاعة بن مرارة، وكان معهم مسيلمة الكذاب. وجعل مسيلمة يشترط ليسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف صلى الله عليه وسلم على مسيلمة، ومسيلمة في أصحابه، فوقف عليه فكلمه، فقال له مسيلمة: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر، أي خلينا بينك وبين أمر النبوة، ثم جعلته لنا بعدك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك، القطعة الجريدة التي كانت في يده صلى الله عليه وسلم، قال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريد فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة.